انا لما بيجي واحد ياخد مني اسطوانه لاي مريض بيكون ما عندوش فكره، قبل ما بيمشي بقول له الاسطوانه ايه، الاسطوانه دي بقى لها غطا تبقى متغطيه، انا بحل الغطا تحت وبجيب له المانوميتر اهو، ده العداد او اسمه المنظم، اسمه منظم الاكسجين، واروح جاي اهوت ورابطه له، ده العداد. وراح جاي رابطه له كده اهو، اهو كده الاسطوانه اتربطت. حلو. انا دلوقتي ايه عايز افتح الاسطوانه دي. تمام حضرتك، في هنا خرطوم بيركب ماسك كده بيجي من الاجزخانه حوالي 7 جنيه ب 10 جنيه حاجه زي كده، اللي هو الايه الخرطوم الرفاعي بتاع الجلوكوز مع البتاع اللي بيبقى فيه في المناخير هنا كده، بيدي كده ايه خرم كده في المناخير، خرمين اثنين بيبقى موجود على المريض يعني، بيركب هنا في المكان ده. انا بروح فاتح الاسطوانه دي كده، انا فتحت الاسطوانه، العداد رفع، بص العداد رفع، انا عايز اجيب بقى ايه الهواء للمريض بنظام، مش اسمه منظم، لازم اديله بقى بنظام اهو. كل ما افتح يزيد. اخر كام في الفتح؟ اخر كام؟ مش كام، ده بالنظر، بالنظر حسب الراجل المريض اللي قدامي. المريض اللي قدامي تعبان قوي بفتح له بزياده، لما بيفوق كده بيبان عليه النفاق، وشه بيبقى ازرق، وشه بيروق فاق، انت فوق تقول لك انا فوق، بقفل عنه. لو تعب بعد ساعة بديله، بعد ساعتين بديله. في مريض بقى ما بيفوقش، عايز يطن الاكسجين معاه على طول، يوم واثنين وبعدين يفوق. ماشي؟ لا ما ينفعش، ده يفرقع الخرطوم. يعني كان المهندس محمد بيقول ان في عداد، يعني في عداد عادي. اه ايه العداد، ايه الفرق بين عداد، عداد بقى بعددين زي ده. تمام. مش ما فيهوش دي، ينقص دي بس. اه. ينقص دي. بيأثر، يعني هل ده العداد العادي وده يأثر على رئة المريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما يأثرش على رئة المريض ولا حاجة. بس ده زي ما تقولي زيادة وقاية، بيبقى في شوية مية لحد هنا. أو لحد هنا. أو من هنا لهنا في الوسط. يعني هو ما بيأثرش كده كده، الهواء بيطلع بارد من الاسطوانه بيطلع بارد. يعني سمعت من شويه المهندس محمد قال ان يعني لو العداد العادي بيأدي اللي هو انا طول عمري طول عمري بدي العدادات العاديه، ما كانش ده اتوجد خالص وكان شغال وزي الفل. اعرف الاسطوانه بس ازاي بقى؟ اهو العداد ده ينزل 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 لحد ما يجي على اخر نوم، يبقى الاسطوانه دي خلصت كده. فيها ضغط قد ايه بالظبط يا حاج؟ كده فيها ضغط 100 100 100 تمام 100. اه انا هقفل الاسطوانه اهو، اه هقفلها اهو، خد بالك بقى اهي.
البليه طلعت مع الايه؟ مع الهواء. خلاص كده مفيش حاجه. كده بحل الاسطوانه عشان ايه؟ لو فضيت عشان اجيب غيرها لمين؟ للمريض. يا كابتن ماشي شغال والضغط اللي فيها بيقل بيبان على المؤشر بتاعك. اه بيقل، يبان على المؤشر. الاعداد الثاني بقى فيه اثنين مؤشر، واحد للخروج وواحد للاسطوانه فقط زي ده كده، واحد ثاني بقى للخروج. ده فيه ده بس لسه على فكره، واحد واخد اثنين قلت له خد عادي. اللي هو نعم حسب حالته يعني، مثلا يعني هي فيها 40 لتر برضه، 40 لتر فيها 7 متر هواء، 7 متر هواء، 7 متر اكسجين.